لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أصلي وأسلم على صفوة الخلق سيدنا محمد القائل كل الذنوب يؤخر الله عز وجل منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل يوم القيامة. سئل أحد العلماء إذا مات الوالدين وهما ساخطين على الابن هل يمكن أن يرضيهما بعد وفاتهما؟ قيل يمكن ذلك بثلاثة أشياء: أن يكون الابن صالحا، أن يصل الابن قرابتهما وأصدقائهما، أن يدعو الابن لهما ويتصدق لهما ويستغفر لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أصلي وأسلم على صفوة الخلق سيدنا محمد القائل أربعة من الناس حق على الله عز وجل ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها ولهم عذاب أليم: مدمن الخمر، آكل الربا، آكل أموال اليتامى ظلما، والعاق لوالديه. وأشد الناس عذابا يوم القيامة المشرك بالله والعاق لوالديه والزاني. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيها السادة الحضور، والآن وصلنا إلى نصف ختام هذه الليلة الطيبة المباركة التي كانت تقام تكريما للأب الراحل والمربي الفاضل المرحوم الحاج عبد الجبار أبو عوض، وكانت مشاركة لعموم عائلات أبو عوض بجزيرة السعود ومركز الحسينية ومحافظة الشرقية. هيا بنا سويا نعيش مع نسك الختام مع علم من أعلام التلاوة صاحب المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، القارئ باتحاد الإذاعات والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يفتح له وبه وعليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلقناه بقدر كلمح بالبصر ولقد أهلكنا فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق موقعة صدق عند مليك مقتدر مقتدر في موقعة صدق عند مليك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنة المتقين في جنات وموعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات
في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر 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 بسم الله الرحمن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر 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 الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها عليك
وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تبصروا الميزان ولا تخسروا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا
إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى بلى إن ربه به بصيرا. بلى بلى إن ربه كان به بصيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون حاضر حاضر فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد
اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلّى عليك وصف رزقك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ورب الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم اغفر لحينا وميتنا، حاضرنا وغائبنا، كبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا يا رب العالمين. اللهم هب ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه، اجعله يا ربي نورا يتقاطر على روح الأب الراحل المرحوم الحاج عبد الجبار أبو عوض في قبره. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم امدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز يا رب عن سيئاته. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سعدنا واستمتعنا بمسك ختام هذه الليلة الطيبة المباركة من فيه قارئنا الجليل القارئ الدكتور عبد الناصر حرق ملك المقامات، والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. شكرا لعميد الصوتيات الحاج سعد الصاني وأولاده جزير السعود، عميد الفراشة والإنارة الحاج احمد السرجاني واولاده جزير السعود، الخدمات الفندقية المتميزة ادارة اولاد ابو باز جزير السعود،
وحدة فيديو مهندس ابو هاشم السيد ابو زيد مركز الحسينية. ايها السادة المعزون الاسرة الكريمة عموم عائلات ابو عوض بجزيرة السعود ومركز الحسينية ومحافظة الشرقية كلهم وعلى رأسهم المهندس احمد عبد الجبار ابو عوض مدير ادارة الصرف الصحي بمركز الحسينية كلهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من حضر يقدم واجب العزاء في الاب الراحل والمربي الفاضل المرحوم الحاج عبد الجبار ابو عوض في هذه الليلة. يكن شكري لكم جميعا طبتم وطاب ممشاكم وطابت لكم الجنة وكان سعيكم مشكورا لله ما اعطى ولله ما اخذ وانا لله وانا اليه راجعون. اترككم في رعاية الله وامنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.